تاخذوا من عند كيكا غادي تقدميها بخيزو. ايه اذا كيكا بخيزو بسم الله. كيكا زلافة تخيزو محكوكة بالماء ديالها الحكاكة الرقيقة بالماء ديالها دوك زليفات متوسطين دول شينوا. نعم عطيها ما كبيرة ما صغيرة متوسطة. نعم وكاس ونص كاوكاو محمر ومطحون و 350 ديال الطحين غرام ديال الطحين. نعم وكاس ونص زبدة وزيت مخلط الزبدة وزيت. ما بغيتيش ديري كاس ونص ديري غير كاس اللي تيبغيش تزم بزاف لان كاوكاو راه تزم. اذا نديرو كاس كان احسن. مخلط ما بين الزيت والزبدة. زيت وزبدة واخا وجوج كيسان سنيدة اللي بغى الحلاوة اللي ما بغاش الحلاوة انا راني من صحاب الريجيم يدير كاس ونص. ايه كل ما لقيتي تنقصي من الدسم ومن الدهون من الحلويات كان احسن. اه عندك الصح والله. الله الله يكملك بعقلك ام نوفل راه هادشي كله لصحة الانسان تبارك الله عليك. ثلاثة الخمارات. نعم وربعة البيضات. ايه ومعلقة القرفة. نعم نعطيك الطريقة. إيه إوا تشدي هذاك خيزو محكوك وتزيدي داك ديري البيض هو الأول بعدا كينطربيه هو والسنيدة. نعم وتزيدي خيزو وتزيدي كاوكاو. نعم وتزيدي الزبدة والزيت. إوا وفي الأخر راه معروفة الكيكة الخمارة والطحين. نعم تبارك الله. ايوا تشديها ودهني الطابة بالزبدة. ايه وتديريها وتكبيها في تخويها في الطاوة وتدخليها الفران. وملي تخرج من الفران نعم عملي فوق منها قرفة والسكر كلاصي غا تجي بحال شكل البسطيلة هاكا مريبة. اذا كدردري على الوجه القرفة والسكر. لا 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 سناء ماشي تردري عليها غيجيو خطيطات هاكا بحال كتزيني بحال مربع بحال شكل البسطيلة من على شكل المربعات وديك الخطوط. اي المربعات وأوفا دايرين ماشي مربعات هاكا بحال شكل المقروط. صافي تفهمنا فهمتي كيفاش فهمنا هاكا بالقرفة وبالسكر وبالصحة والراحة. الله يعطيك الصحة والراحة يا أم نوفل ويخلي لك ربي ديداتك والله يفرحك بوليداتك كيف كتمنى يا رب. ربي يخليك ربي سلمي عليهم بزاف وعلى عائلتك. بأسفي شكرا شكرا.